من مجلس النواب انقلب بورصة، تعبتونا والله. وين يروح الفقير؟ أذيت الفقير، شو تريدون نسوي؟ دمرتونا من خرب حتى يومكم، دمرتونا والله دمرتونا. طلعوا أفواه، قلنا لكم ردوا وجوه جدة، نزلوا وجوه، قاعد تنعاد، قاعد تفكرون بس بنفسكم ومخصصاتكم. ما فكرتم الفقير؟ شو سوي الفقير؟ كافي مسختوها، قلتوا بحكومة جديدة نريد نرتاح نرتاح. تجيبوا لنا نفس الوجوه. اقول لكم ما مريض نرتاح، خلوا سليم الجمهور وزير الدفاع. اقول لكم مريض نرتاح، ترجعوا لابو غافيه. اقول لكم مريض نرتاح هسه، وزاره الدفاع انا بياخذها. لكم بابا والله تعبتونا بالقران. خلف ساعه الساده جبناكم بيها وعرفناكم بيها. السلام عليكم. السلام، تمام؟ ظهر بهذا الفيديو وشقق هدومه. طبعا سلام عاد الموضوع مره ثانيه. انطوني فيديو اخر لسلام، انطوني فيديو ثاني لسلام. اي تمام. هنا أنا بهذا الفيديو ايضا سلام شقق هدومه. انطوني هذا الفيديو. الفاسي انقلهم انقلهم، الشعب ميت من الحر، كهرباء ماكو، يحيروننا بالسماسر. انقلهم يابي، الشعب مات من الجوع، يقولون ماكو. انقلهم يابي، شغل عطالة مطالة، يقولون الفرق لكم الخضراء. انقلهم يابي، ناس ما عندها معيشة، يقولون راح نوفر لكم المعيشة. انقلهم يابي، نقضونا نقضي العراقيين، يجيبوا لنا بنزين وصرف. انقلهم يابي، اللي يتخرج قاعد، يحنون قرايبهم. بويا الشعب، الشعب اللي خليتوا بيه، كل شيء بحتوه، كل شي اخذتو، كل شي سويتو، لا المتخرج مرتاح ولا سالت التاكسي مرتاح. وين يرحون الفقراء؟ وين يرحون؟ ولكم كهرباء ما تقدرون تصلحونه. قضيتوها الارجنتين، وقضيتوها الاردن، وقضيتوها وقضيتوها. هو احنا اهل الكهرباء واهل النفط واهل المي، كل شي ما بقيتو للعراق بعتوه عنه. خايفين النوم على بيوته، خايفين على بيوته تريحوها، خايف النوم هسه تجينا وجوه جديدة حتى لم يوعد فيها حتى البيوت. الله أكبر، الله ينصر الفقير. تمام، هذا سلام شفناه بال 2018 و 2019 أعتقد إلى بداية ال 2020. فهو كان سلام ينزل مثل هذه الفيديوهات، كان ينتقد الحكومة بهذه الطريقة، أنه كل ما يسوي فيديو يشق هدومه على مود يوصل رسالة إلى الحكومة وإلى متابعي أنه هو متذمر من هذا الموضوع.